يا ريتي ما روحت ولا اتكرمت. انا روحت هنت حجابي وجيت، انا هنت حجابي هنت ده وجيت. حاسس ان البلوجر دي تقال قوي. لما نزلنا اسمها عملت لي بوم. البلوجر المتميزه وفاء، اسمع اعلى صوت. انا هنت حجاها هنت ده وجيت ولا عملت اي حاجه. مين اللي خد حقه؟ الناس اللي كانت عريانه صلت ملط، اللي كانت بتتكرم في مهرجان حجابي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على مطعم حمدي وفاء. ما شاء الله محشي الناس منبهره بيه وما بيقعدش. محشي الجمبري صدقتي لما كنت بقول يا سيدي والله العظيم. وفي ناس زعلت كتير. بصوا بقى المحشي، يعني انا بالنسبه لي عجبني. هو بس المشكله الورق العنب مش مستوي. انما الفراخ بتشد شويه بس. هي دي الفكره، قليله وبتشد شويه، وبصراحه برضو كتير. 74 جنيه ده غير الضريبه طبعا في طبق زي ده، قليل قوي، ويعني الكميه مش كبيره. الطعم بيبقى عارف ما بيتكلمش في حته السعر دي خالص. ليه؟ لانه واثق ان الاكل حلو والغالي زي ما بيقولوا ثمنه فيه.